بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أسألك ما الذي شجعك يعني لاختيار هذا المشروع؟ والله يا دكتور، احنا من أهالي الجبل الأخضر وأولى أن نقوم مشاريع من أبناء الجبل الأخضر. نعم. ليش؟ عشان يكون الإشراف يعني بشكل دائم، واحنا من أصحاب المنطقة وأخبر بالمنطقة بكل شيء في هذه المنطقة. واحنا بذلنا ايضا جهود كبيرة دكتور لتصميم المطعم من الطبيعة في الجبل الأخضر. جميل. الحجر هذا اللي تشوفه في هذا المطعم احنا بنفسنا عملناه وجبناه وكسرناه وصممناه بهذه التصميمات الجميلة. نعم. اللي انت تشوفها يا دكتور في الجبل الأخضر. نعم. نعم. ما الذي يعني شجع الآخرين للإقبال إليكم؟ والله حقيقة أنا الحين سنة ونص يا دكتور في الجبل الأخضر. الأخوان العمانيين لما يشوفوا أحد الأخوان العمانيين قائم على المشروع حقيقة جزاهم الله خير، يقوموا بدعم هذا المشروع وبدعم هذا الشخص القائم على المشروع. كرجل أعمال، ما أبرز الصعوبات يعني التي واجهتك وأنت الحمد لله إن شاء الله تغلبت عليها؟ احنا صعوبة المنطقة اول شيء دكتور المواد الغذائية والاشياء اللي يحتاجها المطعم نجيبها من نزوة ومن بركة الموز ومن مسقط. ما شاء الله. باقي المحلات هنا يعني قدراتهم قليلة لتوفير مثل هذه المشاريع كل الالتزامات هذا المطعم. نعم. ما ابرز المكتسبات اللي وجدتها؟ والله التعرف على الناس دكتور عبد الله هذا مهم جدا معنا، وايضا تطوير المطعم، وايضا ندخل دائما وجبات جديده لاحتياجات الزائرين الجبل الاخضر. شفت قرات انكم توصيل يعني فقط للمنازل، ولا ايضا لو في جروبات تجيب الان رحلاته في. نعم. ناس يقول الجبل الاخضر مشي مثلا. نعم. واراد مثلا توفروا له وجبه. نعم. هل تقدم هذه الخدمه؟ نعم. لهواه المشي الجبلي؟ نعم دكتور، وكم جروب جانا نسق معنا قبل يوم او يومين وحصل كل ما ارادوه في توفير الوجبه الغذائيه لهذا الجروب، سواء 100 او 200 او 1000 او 2000، ما عندنا اي مشكله. اللي يريد يتواصل معكم كيف الطريق؟ احنا عندنا كل شيء، عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وعندنا ايضا على الباب كل ارقامنا موجوده هناك، وعندنا ايضا بعض الاخوه يوزعوا لنا اعلانات كبيره. نعم. عن طريق الجروبات في الواتساب. ما شاء الله. نعم. جزاك الله خير. عندنا انستغرام خاص للمطعم دكتور عبد الله. لمن يؤسس مثل هذا المشروع ما هي نصيحتك له؟ والله يكون دارس المنطقه بشكل جيد، هذا اول شيء، ويكون ايضا مثل ما تكون متفرغ لهذا المشروع. جميل. لان المشروع دكتور انت عارف المناخ في الجبل الاخضر. نعم. المناخ في الجبل الاخضر في الشتاء يكون قليل زوار الجبل الاخضر، ويريد انه لازم يكون عنده طريقه لتغطيه مصاريف المطعم والرواتب والاجارات والكل شيء ما يحتاجه المطعم. صدقت. نعم. وبعدين من تيجي الصيف في شهر 6 لازم يكون مستعد باستعداد كبير لخدمه هذا الزوار الجبل الاخضر. مثل ما شفت انت دكتور عبد الله الحين يمكن 7 فنادق. نعم. واغلبها يمكن 7 نجوم او 6 نجوم و5 نجوم. نعم. في الجبل الاخضر، فالجبل الاخضر اصبح مكان سياحي. نعم. ومكان في عمان انت عارف مناخ الجبل الاخضر ما يوجد في عمان الا في الجبل الاخضر. إيه. وايضا جبل شمس. الجو بارد الان ما شاء الله. جو بارد. نعم. نعم دكتور. نعم. جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله يحفظك يا دكتور. امين جميعا. جزاك الله خير. سعدت بالحديث اليك. احسنت. وفقك الله. الله يحفظك.